لم يكن من قبيل الصدفة أن يحمل رئيس فرنسا الاستعمارية حسب المنظور الأفريقي أن يحمل المظلة للرئيس الموريتاني خلال زيارته الأخيرة إلى باريس. إيمانويل ماكرون الذي خسرت فرنسا خلال ولايته الكثير الكثير من نفوذها ومصالحها في أفريقيا حاول أن يقي ضيفه الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رذاذا قد يطاله وقد يعكر صفوه وبالتالي علاقتهما. ليس غريبا، ففرنسا تحاول استلحاق وجودها في ظل تنافس دولي وحرب نفوذ تخوضها مع أطراف عالمية في القارة السمراء. أعزائي، مأساة أفريقيا أنها التقت بفرنسا. أفريقيا هي القارة الوحيدة في العالم حيث الشعوب تغني وترقص وتصفق للذين يفقرونهم ويجوعونهم ويعذبونهم. بالطبع الغرب انتهك أفريقيا وسرقها واغتصبها. نحن الأفريقيون، هل يعترف عالم اليوم بكرامتنا الإنسانية بمعنى إنسان يساوي إنسانا؟ الجواب هو كلا بالتأكيد، وذلك لتخديرنا واستعبادنا. كل هذا حزين للقارة السمراء المعترف بها علميا كمهد للحضارة الإنسانية، ولكن بالحقيقة هذه القارة وضعت تحت السيطرة والهيمنة وهي مذلولة. من الآن فصاعدا قررنا أن نقول لا، لا لكل الأصدقاء الذين يريدون الخير لنا لدرجة أنهم يهددوننا بالحرب لفرض صداقتهم. سنطبق ديمقراطيتنا التي تغنت بها ذئاب مختبئة في جلد خراف، سنطبقها لنفرز بأنفسنا ومنا الزعامة السياسية المناسبة لشعوبنا بهدف سعادتها. أعزائي، هذا ليس كلامي، هذا الخطاب ليس إلا كلام القادة والزعماء الأفريقيين، كلام يرددونه كل يوم للتعبير عن امتعاضهم تجاه فرنسا ورفضهم سيطرة فرنسا وهيمنتها وتدخلها المفضوح في الشؤون الأفريقية. يعني صحيح أن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية لا تزال قائمة بين فرنسا والعديد من البلدان الأفريقية، إلا أن الصورة تغيرت مؤخرا، خصوصا أن المخابرات الفرنسية ركزت فقط على الملفات الأمنية في أفريقيا طبعا منذ أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وبالتالي أضحت فرنسا تركز على المنح الأمني السياسي وتهمل الصحة والتعليم والبنية التحتية. زائد أن المخابرات الفرنسية كانت مستقلة نسبيا حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، فكانت معلوماتها دقيقة ومفصلة، ومع الوقت انتقلت مسؤولية ملفات الأمن الأفريقي إلى أجهزة الدبلوماسية طبعا التابعة لسفارات فرنسا في أفريقيا، فأصبحت وزارة الخارجية الفرنسية مشرفة على مهمات المديرية العامة للأمن الخارجي. وما حصل مؤخرا في أفريقيا ألحق أضرارا جسيمة بمصالح فرنسا السياسية والأمنية والاقتصادية أيضا، بدءا بالانقلاب العسكري في موريتانيا وأحداث مالي، ووصولا إلى التطورات في بوركينا فاسو وفي غينيا. فرنسا التي نظرت إلى أفريقيا دائما على أنها بقرة حلوب تحقق فقط رغباتها ومصالحها، لم تهتم يوما بإنشاء علاقات متوازنة ونزيهة مع الأفارقة الذين استباحت أراضيهم بخيراتها، ولم تعمل على تطوير مجتمعاتهم واقتصاديات بلدانهم. بالمقابل تجتهد دول أخرى للدخول إلى المعترك الأفريقي
وجمع المكاسب المخابراتية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وعلى رأسها طبعا روسيا الاتحادية والصين وتركيا. أعزائي، عملة الساحل الموحدة أو ما يسمى بالفرنسية لوسايل، هذه العملة إنجاز أفريقي اعتبر طبعا تهديدا صريحا لفرنسا وتأثيرها الاقتصادي في القارة السمراء. هذه العملة المتداولة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر هي الآن عملة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما تتداول دول وسط أفريقيا بفرنك خاص بها أيضا. وحكومات دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعمل جاهدة لإقناع الأفريقيين والعالم بأسره أن قيمة عملة الساحل تساوي قيمة اليورو الأوروبي، هذا طبعا ماليا. أما أمنيا فهذه المستعمرات الفرنسية السابقة الثلاث وقعت عام 2023 اتفاقا مشتركا شكلت من خلاله تحالف دول الساحل. وإذا نظرنا إلى هذا الاتفاق الدفاعي المشترك وقرار التداول بعملة الساحل، نستطيع أن نرى القوة المتفاقمة لهذه الدول الثلاث المدعومة طبعا بامتلاكها الذهب والحديد والرخام والفوسفات وخصوصا الماس. أحبائي، فرنسا ماضية في خسارة مستعمراتها السابقة، وهذه الأمثلة الثلاث ليست إلا غيضا من فيض، وقضية السنغال خير شاهد على هذا التأكيد. ففرنسا مثلا قلقة على نفوذها في هذا البلد الأفريقي منذ فوز باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية السنغالية، وقد اعتبر هذا الفوز زلزالا سياسيا بسبب مواقفه الحادة تجاه الخارج والفساد في الداخل. نعم، بفوز ديوماي فرنسا خسرت حليفا استراتيجيا جديدا في غرب أفريقيا، هي التي كانت في السابق الشريك الاقتصادي والسياسي الأول للسنغال، التي تطلق عليها النخب الأفريقية اسم فرنسا الصغيرة. هذه العلاقة يعني التي ترجع إلى عام 1872 واستمرت حتى بعد استقلال السنغال عام 1960، وباريس طبعا هي المستثمر الأول في السنغال برصيد مقداره 250 شركة فرنسية في البلاد، طبعا بما يفسر عمق تغلغل وهيمنة هذه الشركات الفرنسية على مفاصل الاقتصاد السنغالي. العلاقات البينية وإن لم تصل إلى حد القطيعة بعد، وضحت معالمها من خطاب ديوماي الأول بعد فوزه، حين أصر أي ديوماي أصر على أن يكون تعاون السنغال مع شركائه تعاونا شريفا ومحترما ومثمرا للطرفين. ديوماي كان لوح قبل توليه الرئاسة بإمكانية تنويع الشراكات العسكرية والأمنية لبلاده، وهو طبعا ما أخاف وأقلق فرنسا. وإذا نظرنا إلى إعادة تركيب المشهد في أفريقيا، نجد روسيا أكبر الرابحين حتى الآن، فهي التي تسحب البساط من تحت أقدام فرنسا. فرنسا تخاف أيضا أن يطالها في السنغال ما عانته في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي أوقفت تعاونها العسكري مع باريس وطردت جنودها من أراضيها. في المحصلة أحبائي، في المحصلة يعني واحد، بعد إخفاق فرنسا في تحقيق الأمن والحماية المنشودين في منطقة الساحل الأفريقي وفي مواجهة الجماعات المتشددة مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام، 2 بعد دعم الإليزي لرئيس الجابون المخلوع عمر بونغو ورئيس التشاد الراحل إدريس ديبي، 3 بعد تدخل المخابرات الفرنسية في الشؤون الأفريقية طبعا لصالح فرنسا وليس لصالح أفريقيا، 4 بعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي شهدتها دول إفريقية في الأعوام الثلاثة الماضية ضد الوجود
والنفوذ الفرنسيين. يعني بعد كل هذا أحبائي، هل تتعظ باريس من هذه الدروس القاسية وتغير طريقة تعاملها مع الدول الأفريقية التي لا تزال تحافظ على علاقات عسكرية واستراتيجية واقتصادية معها؟ يعني القوات الفرنسية تدخلت عسكريا في كثير من دول أفريقيا، من موريتانيا وليبيا إلى تشاد والتوغو والكاميرون وجمهورية وسط أفريقيا وزائير ورواندا وجزر القمر وبلدان الساحل الأربعة. وإن كان الهدف من تدخلها الأخير محاربة الإرهاب، إلا أن تدخلاتها الأولى كانت بهدف مساعدة أنظمة صديقة لها لمنع سقوطها فقط. في الخاتمة أعزائي، الآن دول عديدة تنافس فرنسا في النفوذ على قارة أفريقيا. طبعا هناك الدول التقليدية كبريطانيا والولايات المتحدة، وهناك الدول الجديدة كالصين وروسيا الاتحادية. وتقليص عدد القوات الفرنسية في عدد من القواعد العسكرية في ساحل العاج والسنغال والجابون وغيرها من الدول، هذا التقليص سيسهل من دون شك فتح المجال أمام هؤلاء المنافسين الشرسين للتخلص تدريجياً من النفوذ الفرنسي في أفريقيا. موجة التحرر الأفريقي الثانية ضد الاستعمار الفرنسي الحديث تكبر يوماً بعد يوم، وخسارة فرنسا لمستعمراتها الأفريقية السابقة تبدو محتمة. أجل ماتت سياسة أفريقيا الفرنسية فرانسافريك التي دشنها الرئيس شارل دوغول بداية ستينيات القرن الماضي. وقد تكون ظاهرة السياسيين الأفارقة الجدد الأمل لأفريقيا لتوطين قيم العدل والإنصاف لشعوبها والفوز برهان الحرية والاستقلال والسيادة.